عيلتي كلها خياطين. جيت من شي 4 سنين تقريبا بالأزمة اللي صارت ببلدي، مدينة كفر سوسة ما في شيء الحمد لله، بس الأوضاع المادية تعبت لجأنا للبنان يعني لتسوية الأوضاع المالية. بس والله أول ما اجيت طبعا كنت عامل عادي يعني عم بشتغل مصانع، اشتغلت بالضاحية، اشتغلت بسليم اسلام، شوي شوي يعني البلد هون الحمد لله يعني تضمنا يعني منيح، شوي شوي صمدنا قرشين فتحنا محل صغير لا تقصير للتياب، تصليح، تركيب سحابات، لا صعب شوي لأنه ما في عدة يعني ماكينة، إنه عند الخياطة بحر يعني مو موجود غير ماكينة واحدة بس. في سوريا عندنا معمل خياطة، إيه جاكيتات سبور. أجار المحل ب$200، أجار المحل وأجار البيت ونصفه من غير أكل عادي، أجار البيت $250 بالمخيم. يعني $450 أنت بتدفع أجارات؟ لا في اشتراك، نسيت إيه، اشتراك الكهرباء. لا واصل للبيت كمان، من هون واصل للبيت. هلا بالبيت ما في داعي كهرباء بالنهار، خليهم قاعدين على العتمة. بتضوه بالليل، ممتاز. يعني هي إن شاء الله يعني شيء عابر إن شاء الله.